اطلع اطلع معلم. اقول لك قول لي شو فكرتك هاي المره. ايش رايك تعمل فيديو رد فعل على فيديوهات اخوك الصغير؟ انه هو اكيد فيديوهاته كثير هبله جد. اتوقع حيطلع تحشيش. فكره حلوه. يا جماعة الخير، ما أتوقع بتعرفوا هاي المعلومة، بس أنا عندي أخ أصغر مني اسمه عيسى. عيسى أصغر مني ب14 سنة، أنا أكبر أخ عنده، فبالتالي بيعتبرني زي سوبرمان، باتمان، سبايدر مان، يعني أي شيء بعمله شو ما كان تافه هو بشوفه إنه. ولما عملت قناة على اليوتيوب يعني أكيد هو راح عمل قناة على اليوتيوب وفيديوهات تحشيش. خلينا نشوفهم مع بعض. أوكي، روح على اليوتيوب، اسم قناته عيسى توكس. لو سمحت يا إخوان يعني اعملوا له، روحوا اعملوا له سبسكرايب، احضروا فيديوهاته، هو فيديوهاته هبلة يعني، بس يعني إذا بزيد سبسكرايبر واحد يمكن يعمل فيديو عنه، عارفين لهي الدرجة هو. إذا مثلاً 50 واحد عملوا سبسكرايب ممكن يغمى عليه مبدئياً، خلاص يعني خلاص. روحوا اعملوا له سبسكرايب عيسى توكس، هاي او اي وان سبسكرايبر اللي هو انا الوحيد المتابع. خلي الله بالله عليك وروحوا تابعوه، حيكون اللينك تبعه في الديسكربشن. اوكي، الزلمه عنده 8 فيديوهات. هو دائما بينزل زي ما كونسيستنت يوتيوبر عظيم. اشوف هذا الفيديو. يلا مجهول. عيسى حبيبي. خلص الفيديو. طيب خلوا تشوفوا كل فيديوهات اسمهم من ارقام زيك، ما بحط عنوان، انه هو اللابتوب هو بسجل في الكاميرا تبعت اللابتوب يكون فوق، فاللابتوب هيك بسميهم، هو ما بعرف غير اسمهم فبنزلهم زي ما هم. يخبر الله عليك روح تابعوه ان شاء الله. شوف هذا الفيديو، هذا الفيديو اليوم نزله قبل 4 ساعات. هذا عيسى، اللي جنبه هاد صاحبه اسمه نيروز ميروز، ما بعرف شو اسمه، هو باكستاني مش عربي، فأتوقع هسه حيحكي بالإنجليزي مع بعض. طلع عيسى شاف صاحبه قاعد باخذ كل الاضواء في الفيديو، قاعد باخذ كل الفيديو، فراح سحبه. يلا اوكي. نعمل لايك للاخ عشان نشجعه للابداع. كمان فيديو 10 ثواني، مده الفيديو 10 ثواني يا جماعه، ايش ممكن الواحد يحط في 10 ثواني؟ اكيد حيكون فيديو عظيم. حشش على الاطفال لما يقعد يحاول يعمل يوتيوب فيديوز وفلوج وشو اشي بيكون تحشيش رسمي. طبعا عيسى هو عمل فيديو هين قبل شهر، بعدين غاب شهر كامل، بعدين فجاه نزل 6 فيديوهات مره واحده، ما عنده جدول تنزيله، فممكن انت تتابعه وتلاقي فجاه 10 فيديوهات نزلوه، بعدين يغيب 3 شهور، بعدين 100 فيديو. بفاجئ المتابعين. يعني اليوم صحيت فتحت على السبسكريبشنز اشوف شو في يوتيوبرز منزلين فيديوهات جديده، لقيت كله عيسى 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 كل مكان. اوكي شوف هذا الفيديو، هذا 27 ثانيه. هذا صاحبه بيحكي today we're doing the throw challenge on the face، بدهم يعملوا تحدي زت الاشياء على الوجه. اقول يصير اشي غلط في هذا التحدي. طلع عيسى شو ردة فعله للموضوع. اوكي we're going to not the face. Not the face يا زلمة، مش الفيس. Not the face. هاي فيديو ثاني شوف. بعجبني كيف نيروز قاعد بحكي مع اليوتيوب شانل، بحكي مع اليوتيوب وورا عيسى اخوي قاعد بيعمل حركات بهلوانية بالنيت المي. اوكي يا جماعة، في كمان فيديو لعيسى، هو اخر فيديو نزله، هو اخر ابداعاته اللي هو وين 2018-07-12-18-4-4-3-2، هذا اقوى فيديو. لايك طبعا يا جماعه، افقعوا لايكات، افقعوا لايكات للزلمه. الظاهر انه كمان تحدي اناني مي. بده يعمل الفليب، باتل فليب تشالنج، انه يزت النيه هيك
وتلف وترجع تنزل صح، عارفين؟ انا بعرفش اسويها بالمره، بعرفش بالمره يعني بالمره 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 بالمره. لا اوه شت، هل معقول هم يعرفوا يعملوها؟ الصغار هذول اللي عمرهم 9 سنين 8 سنين، هل ممكن يعملوا هالحكي وانا ما اقدر؟ تابعونا في الحلقه القادمه، مش هلا، تابعونا هلا. من اول مره جابها، من اول مره هيك اجت. واو، اوه شو هاد؟ اخوان تعرفوا شغلة، كثير في اطفال عرب بيحاولوا يعملوا يوتيوب وحتى اجانب يعني، بس مرة كتبت شغلة على السيرش وطلعوا لي في كلمة بحطوها في كل عنوان، وهلا بفرجيكم فيديوهات وكثير تحشيش. القصة انه يا جماعة الصغار بيشوفوا حدا عنده شغلة وبصير بدهم يكونوا زيهم، يعني بيشوفوا مثلا يوتيوبرز معينين زي دايلر دايما بفرجي سيارتي مشاهير عندي فلوسي. واغلب متابعين اطفال، فبالتالي بيصير كثير منهم خليني اعمل يوتيوب شانل وبنزل عليه فيديوهات وبيتابعوني مليون الف واحد، بصير عندي فلوس كثير وبقدر اشتري اشياء زاكية كثير. بتلاقي كثير اطفال ببلشوا يدخلوا على اليوتيوب يحاولوا يعملوا حسابات وياخذوا مثلا موبايل ابوهم ويعملوا فيديوهات، او ياخذوا لابتوب ويعملوا فيديوهات. بس جربوا هالشغله، اكتبوا فلوق، كلمه فلوق على سيرش، بس انتر على الفلتر، اختاروا سورت باي ابلود ديت، اول فلوق زيرو سبسكرايبرز قبل 35 دقيقة، ما حد متابعه، ما حد حضر الفيديو، انا حكون اول واحد بحضره. يلا نروح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا سبسكرايب لعيونك، شو بدك احلى من هيك؟ اول سبسكرايبر، يلا شد سبسكرايب. اول فلوق لنا رقم واحد. 16 مشترك، شوفوا عليكم. قبل ما يبلش الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وسبسكرايب. كاتبينها غلط. ليش تكتبوها غلط؟ يلا هاي لايك وسبسكرايب ستي، ها اكتبوها صح يا جماعة، هي ما هي مكتوبة تحت يعني. فيديو اليوم حيكون عبارة عن فلوق، الفلوق تبعنا عبارة عن العودة إلى المدارس. طبعا خلصنا أول ترم وهلا حنبلش الترم الثاني. هذا أردن؟ مستحيل أردن؟ كأنه أردن. لا نشتري سوس، نتكلم في عبارة ما نوصل على المكتبة. خليكم مع الفلوق. شوف مغامراتهم كيف؟ اول يوم مدرسه قررنا نشتري شنطه لصالح، مرينا شيء نسوس، نكمل نشتري شنطه لصالح. صالح نقى شنطه وهلا بنورجيكم اياها. هاي كانت شنطه لصالح والله مرتبه. اخوانا يعني معبى فيديوهات اطفال، معبى في زي هيك فلوقات اطفال بيوش على اليوتيوب. فلوق اول لا يفوتكم، مده الفيديو 10 ثواني. اهلا فيكم في فيديو جديد من قناة اسماعيل. يا اخوان ايه عجبكم اعملوا لايك للفيديو، كومنت على الفيديو، سبسكرايب للقناة، حطوا نوتيفيكيشن، اعملوا فولو على تويتر، اعملوا فولو على انستغرام، اعملوا فولو على فيسبوك، اعملوا فولو على ما فيش. اشوفكم على الفيديو الجاي، سلام.